يصدعك شخص آخر، وكل مفاتيح الحلقة متاع الليلة عندك أنت. يا عند ربي يقبل كل شيء. ونعم بالله. ونعم بالله. ونعم بالله. خي ما تخرجونيش من هنا. المفاتيح عند ربي سبحانه. نعم. ونعم بالله يا ربي يا عالي. ولكن احنا البشر نسعى فهمني ولا باش نرضيو ربي. ان شاء الله. يعطيك الصحة، هذا هو. تفرج. السلام عليكم. وعليكم السلام. لي باش تقول السلام عليكم. تقول وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عاد نورمالمون بالعكس مش هكا. مرحبا سي نجم. شنو اللي بالعكس ماذا؟ نورمالمون احنا من غادي هو من هنا. احنا اللي استدعوه مش هو استدعانا. اي خلينا نسمعوه الساعه مدام انت اعطيت حكم مسبق راه. لا مدام خلينا نسمعوه خلينا نسمعوه. مرحبا بك سي نجح. مرحبا. وبيك عايشك. ما قلت لي ما تقابلوش في حتى بلاصه. اي صحيح. نعم تقابلنا قدام 10 ملايين ولا 12 مليون. مرحبا. ها؟ اي تفضل. باهي خليني نحكي لك سي نجح على الجاي. سامحني سي جعفر بربي راهي فما قضيه ماخذه مجراها عند القانون ومازالت ما فاتش. كله في بالنا به. ايواش. باهي غزلي سي عز الدين. اي. برنامج اسمه صفي قلبك، القضاء فوق ريوسنا، احنا تو في الانسان البشر. باش نقترحوا عليك اشياء في الانسان في البشر، انت انسان ممن بربي. راهو ثم باب للصلح. كلنا مؤمنين بالله خير. ونعم بالله. خلينا نحكي لك سي واش كان انا. سي عز الدين سي عز الدين. نعم سي. القانون ما ندخلوش فيه، القضية هذيك بينك وبينه ما ندخلوش فيها. احنا تويكا باش نحكيو من الجانب الانساني، احنا اخوات في الدنيا وربي باقي السلطة، باش نعملوا محاولة نتاع الصلح، كان نجحنا فيها، نجحنا فيها، ما نجحناش فيها، راهو حقك فوق كل اعتبار، كيما هو لو كان عنده حق عند ربي الساعة قبل الناس الكل. باش نعملوا محاولة نتاع الصلح، ها باش نحكي لك الوضعية. سيدي قابلت انت وياه، مشيت بعدها للمطعم، فطرت بعدها، خليت عنده امانه في ساك فهمتني ولا جيت بعد مده فهمتني ولا سي جعفر انا نحبك برشا ونحترمك برشا راه. نعم بالله. سامحني نستاذن. لا سامحني نستاذن. اذا كان هالشخص هذا جاي باش يفتري قدام الملايين، مش كان 10 ملايين توانسه، قدام الملايين. باش نحكي لك شو اللي قال زيد. زيد ما عادش معاه حتى كلام. لا بالمبدا هذا انه خليت عنده 10 ملايين في ساك، يعني لو كان تحكيها لواحد من عرش عمره 5-6 سنين يضحك عليك. شنو هو الحديث هذا؟ لحظه نكمل لك يا سي عز الدين، وقفت غادي انت. انت لحظه بالعكس لهنا يشكر فيك. انت لحظه نعرف يشكر فيك خاطر ما ينجمش يقول فيها كلام خالص. سي عز الدين لحظه يشكر. اما سامحني راهو الكلام هذا سي جعفر مش صحيح. يا ولدي بعد قول مش صحيح انت. صلح لي الغلط. قال اعطاني امانه. فهمني ولا خليت انا الامانه جاي بعد مده فهمني ولا فهمني طلب مني انه الامانه هذه خليها عندي خاطر قافية الثقه وكذا. خليت انا الامانه رجع بعد مده خذا الامانه نتاعو ما ناقصه حتى من لي. قال لي خويا اجا نقعدوا نعملوا مشروع مع بعض فهمتني. بعد وليت انت تعرفت حتى على الوالده نتاعو والوالده نتاعو كذا فهمني ولا وعشتوا كي الاخوات فهمتني. وعملت عنده ريستوران فهمني ولا ساهمت فيه انت بمبلغ فهمني ولا اصلاح وكذا 18000 دينار فهمتني المبلغ هذا. وهو بالماكينه وبصحه الابدان وجاي يحاسب فيك كل شهر. تقول له انت لك الراسه لا حتى شيء خويا انا عندي فيك الثقه. كل مره يعطيك كل مره يعطيك لين امور المطعم طاحت في الماء ما عادش ماشي. الدنيا غلات قال وكذا فهمني ولا الدنيا ما عادش ماشي فهمتني. قال وقتها بعث لي عاد المنفذ فهمتني فهمتني ودخلنا في دويل بالشكايات فهمتني حاسب بروايته باش نحكي لك الروايه فهمتني. بعث له عاد المنفذ من بعد مشى للمركز من بعد قضيه قضيه حكموا له حكموا لك انت ب 19000 دينار وعام حبس للسيد هذا. بعد مده انت كلمته قلت له انا راني مانيش ولد حرام فهمتني ولا راني خلينا نتذكر النص راني مانيش ولد حرام فهمتني ولا اجى خويا نلقاو صياغه اعطيني فليساتي فهمتني ولا وربي معاك وربي يوجهك خير. يقول هو لهنا انا وياه شركه انا زاد ساهمت بالماتريال وبصحه الابدان.
هو دفع 18000 دينار. هو الغلطه ممكن سي عز الدين انه ما ثماش وثيقه تحدد، ما ثماش حاجه تحدد الشيء هذا. معناتها هو خدم بالماتريال نتاعو اللي يسوى 20000 دينار تقريبا، ماتريالو هو قال 20000 دينار وبصحه الابدان نتاعو هو. معناتها كي نعملوا شركه سي عز الدين داخلين على الربح خارجين، مش خارجين من الخساره، حتى في الخسارة لازمنا نهزوا الناس كل ما بعضنا. قال المدة الأخرى ما حب ياخو عليا حتى مليم. وقت اللي ريستوران ما هذا كان ثم حاجة ناقصة قولوا في الريستوران. هو جاي لي وقلت له انت علاش عيط له توا سي عز الدين؟ قال لي انا عيط له سي عز الدين فهمني ولا خاطر ما عادش يحب يقابلني، ما عادش يحب يحكي معايا، ونحب نلقى صياغه. الراجل عنده وليد، عنده وليد، وانت عندك وليدات تعرفش معناتها وليدات. الراجل معناتها اليوم قال لك وليد قاعد في القهوه يعيطوا لي هاو قاعد في البيرو يسخف. وانت طيب زين وخي شوفوا نلقاو صياغه، لا جاي يشري في الشبوك لا جاي كذا. قال لك انا قضيتي في المحكمه، اما انا قال انا نحب نحكي، نحب نلقى حل لحياتي. كاو هذه قصه.